باشا تركي، خبزة وشاورما، الهنيني، كلاسيكو، فور شيكس، شاورما البيضة، صاروا على اللوح. والسلام عليكم يا قوم، اخباركم؟ كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. طلبت من 6 مطاعم شاورما وجبات عادي يوصلوا، ومنحكي شو هم المطاعم وشو طلبنا منهم. خليكم معنا. وقبل لا ننسى يا حلوين، اللوجو مطعم القدس ودوناتري، حلقة عيد الاضحى للي ما حضرها يروح يحضرها، خلينا نحطهم وهيك صاروا معانا على اللوح عشان ما ننسى هالمطعم الزاتشي. عجبكم الفيديو الماضي كيف وانا ادخلكم امي خجولة جدا جدا جدا، ولا جد نزلت ولما حضرت الحلقة خف عاقلها يا جماعة الخير. انا قاعد بصور حلقة شاورما والوالد هون بعت لي من الامارات، الله يعطيه الصحة والعافية، طابخ لحاله مفركة بيض وحط جنبها هيك اشياء، والله الف صحة وعافية يا ابوي، يعني الواحد اشتهى. معدل معدل ابوي، انتوا عارفين الوالدة صارت عنا هون، فهو هلا قاعد بدبر حاله لحاله لحد ما يوصلوا المطاعم اللي طلبناهم، ونشوف انه اول مطعم حيوصل معانا. نجيب شيبس، هون مكتوب سويت بوتيتو وهون مكتوب بيربل تشيبس. بيربل تشيبس سي سالت. اسماعيل كيفك؟ كنت عطل امك بالغلط طلع عندك. على كل حال عملت لنا محتوى ورجينا للمتابعين. حبيب القلب الف صحه وعافيه حبيبي. أبوي قاعد ببعت لأمي إنه هو مزبط حاله، ما عليكم. فصراحة لفتني الباكيت، ولما شفت إشي هيك شيبس لونه هيك بطاطا حلوة طبيعية ماكس، بلد المنشأ أندونيسيا، برضو غريب شكله. بالعادة لما تفتحوا باكيت شيبس ما بتشموا ريحة حلوة، هون في ريحة حلوة وثقب أسود. كيف هيك؟ قوامه أول مرة بحس فيه، هو بطاطا حلوة، بطاطا حلوة، في قساوة شوي زيادة عن الشيبس الطبيعي اللي بناكله، بس الطعم موزون والحبة بتستمتع فيها، وشكل الحبات مش كلها متشابه، والله معطيني جو. RTLTC أو شجن بتحكي لنا بداية الفيديو مع أمك أعطت طاقة إيجابية كثير للفيديو، الله يخلي لك إياها يا رب يا رب، آمين، ويخلي لكم أحبابكم وأمياتكم يا حبايب قلبي. محمد بحكي لنا أسأل الله أن يحفظ والدتك بحفظه لأنه لباسها محتشم وأعطت طاقة إيجابية بشكل كبير للحلقة، الله يسعدك ويحفظ لك أحبابك يا حبيب قلبي يا محمد. سامع يما الحكي؟ سامع؟ أطلع الكاميرا عادي. اكتبوا لأمي كومنتات حلوة خلوها تصير يعني تكسر الجو وتبطل تسحن. حمزة بيحكي لنا حلقة أسطورية ورهيبة، الله يحفظ لك إياها يا رب. شكله كل كومنتات الحلقة الماضية للحجة الوالدة، ويعني صلاة النبي الله يحفظكم على كلامكم الجميل. فرح بتحكي لنا الله يخلي لك الماما، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربي يحفظك ويحفظها، وكل عام وأنتم بخير، وأنت بألف خير يا فرح، وشكرا على الكومنت الجميل. تولين هون بتحكي لنا قربنا على 6000، مبروك مقدما أول حدا ببارك لي. تولين أشكرك يا تولين، إن شاء الله عقبال 6 مليون، اللي بدعي. أنا هذا لما شفته فكرته شمندر، وإنه هذا بطاطا حلوة وهذا شمندر، طلعوا كلهم بطاطا حلوة بس بنكهات وأمور مختلفة، مش عارف شكله كلهم نفس الطعم بس يعني الألوان مختلفة، يعني حتكون معقول، بس نجرب هذا بنعرف. مع أول مطعم وصل معنا اليوم اللي هو أول مطعمين وصلوا معنا، الهنيني والبيضة. 30 ثانية هذا برن، فصلت من هذا رد الثاني على الدرج مع بعض، يعطيهم العافية. وجبة شاورما، وجبة شاورما. المطعم الثالث، المطعم الثالث مطعم كلاسيكو. بالتزامن كيف وصلوا نبلش. الهنيني اللي هو وسط البلد، وعبد الله غوشي اللي عندهم واحدة من أسكى كعكات الشاورما في الأردن. وصلتني الوجبة العادي الدجاج بدينارين. بسم الله الرحمن الرحيم. واح، يعني وجبة عادي بس معطيتك جو دبل، مخلل، تومة، كول سلو، كاتشب، بطاطا، والوجبة 7 قطع، يعني هي سندويشة سوبر. أول مرة بشتري من مطعم الهنيني وجبة، بالعادة بطلب سندوشات طحال ومش طحال هيك وبخلع. الثومة، الثومة، حلو إنه مطلع لي معاها كولسلو، وجبة كاملة متكاملة. لو إنه التومة أكثر، بتذكر المطاعم كانوا يعبوا لنا الوجبات تومة. هلا يلا في قلبة صغيرة يعطيها العافية. اللي بعده البيدق الشامي، إنه مطعم سوري شامي. حلوة فصلة البطاطا اللي عمل لك إياها، حطت لي تومة وإشي صوص تاني هلا بدوها.
أول مطعمين كمية البطاطا منيحة لحد الآن. البيدق الشامي وجبة شاورما دجاج عادي بدينارين برضو زي الهنيني. فنأخذ لنا هيك أول قدمة. 8 قطع تقريبا نفس الحجم يعني التنتين. عشان نكون واضحين. حسيت هاي أسكى من وجبة الهنيني مع إنه أنا بعرف مستوى الهنيني عالي. حتى هذا الصوص اللي عندهم قوي. إضافة لذيذة. نروح نجيب المطعم الرابع. المطعم الرابع معانا اليوم باشا تركي رجعين له. يا رجل عاصمة الشاورما في العالم، انت قاعد تحكي فيش، المستويات كلها عالية، حتى الواطي عالي. الله يعطيهم الصحة والعافية. اللي بعده كلاسيكو شاورما. علبة البطاطا برا، هون في فلفل حلو، حط بس مخللات، تومة، كاتشب. لحد الآن الثلاث مطاعم اللي عم ناكلهم بطاطتهم تقريبا نفس نوع البطاطا، بطاطا تجارية. الكلاسيكو طلعت علينا برضو بدينارين، كلهم نفس عدد القطع. شوفوا زاكي، بس الخبز عضت معي لقالت بس انجهدتني شوي. نشوف قطعة أصغر شو الوضع. حتى الشاورما هون مستوية شوي زيادة مقرقدة بحكولها. وكمان قطعة، كمان فرصة مع عضت فلفل. أقل مستوى لحد الآن الكلاسيكو. ليه؟ لأنه الخبزة عم تمضغ معي بزيادة وحاس في نشفان فيها. الجاج مستوي بشوي زيادة، أو أنا يعني فاهمين، أو أنا وصلني هيك يعني لليوم. بس أنا دايق السندوشات من عندي كلاسيكو السق واللدع، برضه كان مستوى كتير عالي. اللي بعده باشا تركي، أدقل وجبة بتوصلنا. شايفين لما أحملها تفتح، فواضح إنه وزنها عالي. أول علبة بيضة اللي متعودين عليها منذ الطفولة بتوصلنا بيضة من باشا تركي. ووو! أحلى وجبة شاورما بفتحها لليوم. حاطت لي شرحات مية حلوة، تومة تومة يا جماعة الخير، معبية البطاطا هيك فوق الوجبة برضو، شكلها كتيرة. كلهم طبعا قطع يعني كلهم سندويشة، بس التقطيع شكله أو حجم السندويش شوي بيختلف من مطعم لمطعم. دوق حبة بطاطا، البطاطا عادية إن هي الكل بحطها عشان انه احلى شيء. حسبت حالي الوجبه وصلتني بدينارين من باشا تركي. كانه باشا تركي بيعملها على الحطب، بتطلي فلفل، جزر، مخلل، لفت او فجل. هو اصلا مخليك ما تحتاج تومه بس حاطط لك. نعطيك خيارات هيك. أكثر حبة سلسة، أكثر وجبة معطيتك جو، مع إنها يعني نفس السعر الثلاثة اللي أكلناهم. أول أربع مطاعم الوجبة عندهم دينارين، بس المطعمين اللي ضلوا هم أغلى شوي، ويعطيني إياها هيك والله يحترم. المطعم الخامس وصل على موعده، ما بعرف هو فور شيكس ولا خبز وشاورما. خامس مطعم بوصل معنا خبز وشاورما. نصب لنا كاس اللبن، مع إني نفسي بشي حامض أكتر، بس اللبن هاد قوي. ما وصرت أفطر عليه مع تمر. خبزة وشاورما طلعت علينا بدينارين وخمسة وسبعين. وهاي هي الوجبة. خبزة تورتيلا ما سلتنيش كتير. شوف خبزة وشاورما بالعادة بروح باكل. معلش فصلت الكاميرا. شو كنا نحكي؟ تذكرت شو كنا نحكي. أنا بالعادة بطلب من خبزة وشاورما خبزة شاورما، اللي هي بتكون خبزتهم اللي بيخبزوها عندهم، بيحطوا فيها شاورما مع مخلل وكذا وهيك وبحركوهم. سندويشة كتير زاكية معطيتني جو تاني بسندوشات الشاورما، فأنا بحبها. بالتورتيلا هاي الوجبة ما حبيتها أبداً، مع إنه حال الموضوع اللي هو الطراوة يعني دائماً حتكون طرية لما بدك تطلب تورتيلا. ممكن الناس تحبها، أنا عني اسماعيل ما استلطفت. ضل المطعم معانا الا وهو فور شيكس. فاين انت يا فور وشيكسن؟ نقرا كومنتين خفاف الطاف لحد ما يجينا فور شيكس. ماك بحكي لي، اولا اسمي ماك، فيزيت بيتزا. اثنين، اذا بدك تعمل فيديو طلبات المتابعين اطلب شاورما من مطعم بيت الشاورما، استمر الله يزيدك دولارات. انا مبدئيا عرفت اسمك. ثانيا في حلقه طلبات المتابعين ان شاء الله بنظبطها، اكتبوا لنا عشان يعني نستعجل في الحلقه. كل ما كان في طلبات مغريه الواحد يعرف يطلبها اكثر، كل ما عجلنا
لنا في هاي الحلقة. محمد هون بحكي لنا كأني انبليت بقناتك آخر فترة، استمر يا وحش. محمد أيوة خلينا ننبلي في بعض كلنا، أنا انبلي فيك وانت تنبلي فيي عشان نعملكم بلاوي يعني. صلاتك يا النبي، طول ما داعميني وحوش زي هيك أنا مستمر زي الوحش. أبشر يا وحش. سعد بحكي لنا ما شاء الله صوتك كثير حلو بالدقيقة 13 و17 ثانية. أروق أروق بالمحشي يعني انا اللي افهمه بناء على طلبك انت بتحكي لي اني ما اغني انه صوتي مش حلو. خلص انا عشانكم من اليوم ورايح ما حادندن في فيديوهاتي حتى. محمد ابو زيد بيحكي لنا الله يعطيك العافيه يا رب تظهر تعليقي بالفيديو الجاي. لقد ظهر تعليقك يا محمد وانت الان على قناه اسماعيل الخديوي. هنا هاي تعليق صديقي شيكوسان منمن بحكي لي اذا ما بتقرا الكومنت تبعي المره الجاي راح انعرك نعر. والله ان اشكالك الفيديو قوي، اعتمد واستمر. اشكالك اللي بنعرها نعر، انت ما بتقدر تنعرني. هذا واحد. حاضرين يا منمن بيها كلوب، تسمح لي اخذ لقطات من مقاطعك واحطها تيك توك واحط رابط اليوتيوب بالفيديوهات. انا اسف صديقي، اكيد بسمح لك يا رجل. انت بتستاذن قاعد منزل عندك على تيك توك، اهم شيء تحط لي قناه اليوتيوب. احكي لهم اسماعيل الخديوي والله يا معلمي انت بتفيدني. يلا يا جماعة الفورشيكس والله جعنا يا رجل. اول مطعم بطلب منه ووصلني بعد ساعة واربعين دقيقة. يلا نسامحه ونشوف شو وضع الوجبة. طبعا فورشيكس هو الباكيج الوحيد المختلف وهو من المطاعم الجديدة اللي عاملين باكيجات، وهو مش بس مطعم شاورما بيقدم كتير اصلا. وجبة الشاورما عندهم 3.75 دنانير. هاي هي وجبة فورشيكس عندنا هون، مخلل غارليك وهوت غارليك. نشوفها. المطعم الوحيد اللي قدم لي نوع بطاطا مختلف منيح. برضه هون في خبز التورتيلا زي خبزة وشاورما. نشوف شو مستواها شو وضعها. صدمتي بقى. إذا بدك تجيب لي إياها تورتيلا زي هيك جيب لي إياها. خبزة وشاورما اتعلموا. مع إنه تأخر ومع إنه تورتيلا بس وصل لي لقمة شاورما زاكية. والبطاطا مختلفة. واحدة من الأشياء اللي ما بشربها قدامكم، شكلي حصير أشربها قدامكم، اللبتون. جميع نكهاته. خصوصا الزيرو الخوخ الجديد كثير قوي. اغلى واحد، اخر واحد وصل. خلينا نشوف المطاعم كلهم نقيم التجربه. الكلاسيكو خبزه وشاورما فورشيكس بيدق الشام الهنيني. واول مطعم معنا طيت باشا تركي. اول مطعم ليش؟ لانه قدم لي هاي الوجبه بدينارين، واقرب وجبه شاورما على قلبي هاي، اكثر وحده منغنغه ومظبطه هاي، حطت لي عليها شرحات تومه قد ما بدها، اللي هي اصلا مش محتاجه تومه، منوع لي بالمخلل، اموره كثير زاكيه، ووصل معنا بوقت منطقي. فهون انا عندي اول مطعم بالنسبه لي. ثاني مطعم بيدق الشام، صراحه كان طعمه لذيذ جدا. اول ثاني فورشيكس هو الثالث. فورشيكس غير لي فكره اني عم باكل تورتيلا، مع انه اغلى واحد واخر واحد وصل، بس فكره اني عم باكل تورتيلا ومش حاسس كثير، مش مركز معاها لانه عم باكل وجبه شاورما زاكي. البطاطا مختلفه، الباكج حلو، يعني هو الباكج المختلف الوحيد عن وجبات الشاورما اللي بنعرفها. فهو السعر مقابل الجوده هاي اللي مطلع لي اياها، وانه نافس مطاعم شاورما سيخ وشراك، احترمت هذا الموضوع، حطيته ثالث مطعم. الرابع معانا الهنيني. متأسفين، الهنيني بتروح بتاكل من عنده سندويشة الشاورما، كعكة الشاورما والطحلات والسنات وباقي الحبشتكنات هاي. الخامس معانا كلاسيكو. عنده مشاكل بسيطة انه كانت جدا ناشفة، خبزتها بتلاقي فيها صعوبة في المضغ، دجاج اللي جوا السندويشة برضه. وهون خبزة وشاورما للأسف. سادس مطعم معانا، يعني ممكن انه ما نرتبهم في هذا الترتيب إذا بدناش إياه ترتيب، من اعجبني للاقل اعجابا. باشا تركي على هاي الوجبه يحترم، مقدم لي شيء يعني بستناه وبتمناه في وجبه الشاورما. اللي بنفهمه من هذا الفيديو قد ما طلعت ورحت وجيت، والله وجبه الشاورما الاصل هي الاصل. تومي وهاي كل شيء هيك، الشرحات حلوه. وهاي كانت تجربتنا لليوم بست مطاعم شاورما. انتوا ايش بتاكلوا من محلات شاورما؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. نجرب الشوكليت هلا بحكي لكم شو. شو اشوف لكم امبارح في السوق؟ دكتور فود، دكتور فود ويفر، دكتور فود او دكتور فود ويفر، ثلاثه بدينار اردني. في زلزال ما علينا.
الغريب واللافت بالنسبة لي عرضها هذا اللي هو 7 طبقات بينهم شوكولات بينهم كواليتي عالي مش عارف شو. أنا ما بيهمني كل هذا الحكي، بيهمني أكل إشي لما بدي أشتري من دكاني أحلي فيه أو أملح أو هذا يكون زاكي. إشي زاكي بس بتحسها بدها دعاية سنيكر. انت مو انت وانت جوعان خد لك سنيكرز، واضح انها حبت اشي غنية. احنا باخر الحلقة، اعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو وشير وسبسكرايب اذا بتحبوا. سلام ومش سلام. ما تنسوا تتابعونا كل 3 وجمعة، وجمعة مباركة علينا وعليكم. وسلام.